يا دكتور. النمط الغذائي، احنا يعني احنا لو جاوبنا على السؤالين دول بس كده احنا بنقفل الموضوع. احنا عندنا اسباب كتير مع السكر، يعني في ناس بيبقى عندها السكر اللي احنا كنا بنكمل فيه السكر البرونزي، في ناس بيبقى عندها خلل في الغدة الدرقية مع السكر في الجينات نفسها، في نفس الجين. في ناس بيبقى عندها حساسية الطعام، حساسية الجلوتين سيلياك ديزيز، ودول اللي ممكن اصل احنا لو قلنا كلي او ما تاكليش، او في حاجه اسمها جلاسيميك لود وجلاسيميك اندكس اللي هو الكتله السكريه او الكتله اللي بترفع السكر مره واحده، والاكل اللي هو بيرفع اول ما اكله يخش الدم مره واحده فيرفع لي السكر مره واحده، وفي الكتله السكريه اللي هي برضه هتمتص ببطء لكن برضه هترفع السكر بشكل منتظم وقد يكون لها اثر. فده اللي احنا هنتكلم عليه في تجربه الطب يعني في الاكل. لكن مع نزول الوزن لازم ابحث في الاسباب الاخرى، ما عنديش حساسيه طعام، ما عنديش امراض امتصاص، ما عنديش خلل في النمو، ما عنديش غده معاهم نشطه، كل الاسباب الاخرى اللي ليها خلل جيني معانا لازم ندور عليه. طبعا في حاجات اقل ندره بس دول بيبقى ليهم شكل. الناس اللي عندهم السكر البرونزي ده خلل جيني تاني، ده يندرج تحت انهي تايب؟ 1 ولا 2؟ ده بيؤدي الى تليف الكبد. لا ده بيبقى بيؤدي في النهايه الى 1 في الاخر، هو بيندرج في 2 بس في النهايه بيبقى ممكن يجي على كبر. هو مرض جيني بنتولد بيه اوكي ويرسب الحديد. في ناس احنا محتاجين 1 جرام يعني الداخل والخارج، في ناس بترسب 4 جرام يوميا من الحديد، فبيترسب في الاعضاء فيعمل لي ضعف في عضله القلب على المدى البعيد. بيظهر في الذكور عند 40 سنة، نادرا ما بيظهر قبل 40 سنة، بس ممكن يعني حالات نادرة بتظهر في الأطفال. نغمق يعني اللي هي اللي السكر البرونزي اللي هي الخطوط اللي بتيجي في الرقبة زي الكلف، الخطوط اللي بتيجي في الرقبة الكلف والحاجات دي حاجة اسمها أكانثوزس نيجريجانس، دي بتيجي مع مقاومة الإنسولين في النوع الثاني. لكن مرض الهيموكروماتوزس ده خلل جيني يجيب لي التهاب في المفاصل، يجيب لي سكر ويجيب لي ضعف في القدرة الإنجابية لدى الذكور، لأنه بترسب الحديد في كل أنسجة الجسم. أنا طبعا قلت حاجة نادرة وحاجة بعيدة، بس إحنا للفت الأنظار إن إحنا ما بنسيبش حاجة. لما يكون عندي طفل مريض سكر صغير أو حد اكتشفنا عنده سكر كبير ولونه بيتغير أو عنده حاجة ليها علاقة بالكبد، لازم ننظر إلى الأسباب. أو اللي عنده حساسية قمح، على فكرة حساسية القمح دي بتمثل 1 كل 100 شخص، بس احنا بنشخص 1 كل مليون. طب هل ممكن الطفل الجلوتين هل ممكن الطفل السكر يعيش حياه طبيعيه؟ يعني طبعا ده الطبيعي، عنده معوقات، ما فيش حاجه مختلف عن زمايله؟ ما فيش حاجه اسمها طفل مريض سكر يختلف عن زمايله، بس احنا هنتكلم على الكتله السكريه اللي هناكلها. عندنا خبره بقى هي بتمارسها هذه السيده، بتاكل بنتها ازاي؟ يعني احنا هندي التجربه ونعلق طبيا. لو احنا الصبح كده واحنا رايحين المدرسه انا بجيب الساندوتشات والعيش واوزنه واحسب الكارب اللي فيه واشوف انا مثلا هتاكل هي في الساندوتشات بيض او جبنه او اي نوع اكل هتاكله، ونشوف بيتحسب ازاي وما بتحسبش ازاي، حدد على اساسه الانسولين اللي هتاخده في المدرسه، وببقى مفهماها ان انت هتاخدي مثلا 2 بوينتس او 3 بوينتس على حسب هي هتاخد قد ايه في المدرسه، وافهمها ونبتدي في المدرسه هتاكلي قد ايه فهتاخدي كام نقطه. هي ده الاكل بتاعها اللي هتاكله في المدرسه، هتاكلي دي هتاخدي عليها مثلا وحده انسولين، هتاكلي دي هتاخدي عليها 2، كل حاجه فيهم كده. طبعا في حاجات بقى انا مثلا بتجنب نقطه ان انا اديها فلوس وهي رايحه المدرسه عشان ما نجيبش حاجات بقى مش عامله حسابها في طبعا مش عارفه انا داخل بالظبط عشان نتجنب ان احنا نرجع بسكر 500 وارقام مش لطيفه كده نشوفها في البيت. ونبدا بقى ان هي تبقى فاهمه انها لازم تقيس سكرها قبل الاكل وبعد الاكل بساعتين، حست باعراض ارتفاع او اعراض هبوط دايخه، حاسه انها عايزه ترجع، مش مركزه عينيها مزغلله، لازم اول حاجه تعملها انها تقيس سكرها علشان وهي بتمشي بقى معاها الكيت دي كلها بتمشي معاها الكيت بتاعتها، وهي بمرور الوقت اتعودت انها تبتدي تقيس وتعتمد على نفسها. السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها انا ما كنتش اقدر اوديها المدرسه وابقى مطمنه عليها انها تقيس لنفسها. الصغيره برضو كويس انها بتعرف تعمل الكلام ده كله وهي صغيره في السن ده. الاطفال شاطرين مدركين لما بتعلمهم وتعرفوا المخاطر اللي ممكن تواجهه. وهتقول له انا مش هحرمك من الاكل، انا مش هنحرمه،
احنا بتاخد قصاده هناخد بكميات معينه بكميات محدوده التليفونات. فما فيش حرمان. صح. طب بس قبل ما ناخد التليفون يا مروه ثانيه واحده، السؤال الاولاني بتاع ساره اللي هي بنتها سكرها بيعلى جامد جدا، عندها 8 سنين سكرها بيعلى جامد جدا، هل في حاجه تقدر هو ده المشكله؟ احنا انا كنت عايز اسمع الرد ده. يبقى هي معناها بتاكل اكل اكتر من المطلوب قدام الانسولين. اوكي، ده في حاجه تراجع اسمها تراجع الدكتور بقى تاني. هتراجع اخد عيش ابيض ولا عيش اسمر؟ الاثنين واحد وبيرفع السكر مره واحده. حتى البني؟ حتى أيوة. البني. طيب الايس كريم ما بيخسسش ما بيطلعش السكر. ما بيخسسش. طب لو انا خدت حته ايس كريم يعني فيها سكر كتير وفيها فات، تخيلي ما تدينيش ما ترفعش السكر مره واحده، لكن السكر هيرجع. يعني احنا عندنا مشكلتين، مشكله ان السكر يرفع مره واحده فده هيعمل لي مضاعفات كتير. هيرفع وممكن يعني يرفع مره واحده وينزل لانه او يعني هيبقى ثابت، او يرفع ويفضل يستمر في الرفع. ما يعني لو خدت حته الايس كريم هو هيرفع ببطء لكن مستمر في الرفع. خدت حته عيش او حته سكر، ما العيش زي السكر بالظبط، يا الله، ورفع مره واحده. والرفع مره واحده دي في غير انه يستمر في الرفع، الاثنين فيهم مشكله. بس التذبذب ده بيؤدي الى المضاعفات بشد اكتر من الرفع اللي على شكل محدد. اوكي، التليفونات. طيب بس ثانيه واحده عشان ما تزعلش اللي كلمتنا تاني. خسينا بنخس مين؟ مريم. لا ابنها وزن رياضي رياضي ووزنه اقل. ده الإجابة إن أنا أبحث عن الحاجات اللي ليها علاقة بأمراض الامتصاص زي حساسية الطعام، الغدة الدرقية، أمراض الامتصاص. أوكي، طيب. مع هذا الكلام يعني ممكن ما تبقاش مرتبطة نهائي بالسكر من بابه يعني. لو هو ظابط السكر هيبقى حاجة تانية. أوكي. ولو نمو الطول بتاعه منضبط، أهم حاجة عندي الطول. الطول في ونكمل كويس الوزن وبقية المايلستونز أو بقية الحاجات الخصائص اللي هي مرتبطة بالنمو سليمة. خلاص مش هنخاف، هنبحث في الحاجات الأخرى. يعني مش مؤشر خطر زي ما حكيت لكم. أما أنا اخترت لكم أصعب حاجة اللي هو السكر البرونزي، ما ده مشكلة أخرى. أوكي. طيب احنا معانا مين على التليفون؟ دنيا.